نعم سيدتي، أولا نحن متفقين جميعا أن خروج التيار الصدري يوم أمس هو بالعنوان الواضح والعريض هو لمناصرة ثوار غزة، ولكن هنالك رسائل أخرى يريد الصدر أن يقول فيها. أولا السيد الصدر ليست مع انتخابات مجالس المحافظات لأنه رفض ذلك وساند متظاهرين تشرين في 2019، فهو يعتبر مجالس المحافظات حلقة زائدة وهي بوابة من بوابات الفساد، وهذا ليس أنا أقوله وإنما هو من يقوله وأنصاره من يصرحون مرارا وتكرارا على شاشات التلفاز. هذه أولا. ثانيا أنا لا أعتقد أن السيد الصدر يبقى مكتوف الأيدي ومتفرجا إلى أبد الآبدين، ونحن اليوم نمر أولا في تدهور اقتصادي في ظل ارتفاع الدولار الذي سوف يتجه إلى أن يصل 170 أو أكثر من ذلك. ثانيا السيد الصدر رفض قاطع قانون انتخابات سانت ليغو، وقد صرحوا أتباعه بذلك في عديد من المحافل والمنابر. ثلاثة السيد الصدر دائما يقول أنا أرفض المشاركة مع الفاسدين، وهو إذن في هذا كلامه ورفض المشاركة بالانتخابات المحلية يعتبر الموجودين المشاركين في العملية السياسية هم فاسدين. إذن السيد الصدر من خلال الجماهير الواسعة والعريضة والذي أثبتها الحضور يوم أمس في ساحة التحرير والذي امتدت من بداية مدينة الصدر ووصولا إلى ساحة التحرير ومتشعبة في بعض الأفرع من ساحة الفردوس وساحة الأندلس، وامتلأت الشوارع بأنصار التيار الصدري. إذن التيار الصدري هو اليوم مراقب جيد، ولا أعتقد سوف يتخلى عن الشعب العراقي الذي يمر بضائقة مالية وفي تخبطات سياسية من هنا وهناك.